الطيران الروسي حقق إصابات 100%. لقد عطل شبكة المياه وشبكة الكهرباء في جميع المناطق في حوران. هاي ضربات روسية للطيران استهدفت المي، الكهرباء، المدارس، المشافي، ما خلص شيء. يعني روسيا هي والنظام السوري آخر شيء شركة. روسيا شريكة بقتل الشعب السوري. روسيا شريكة بإباحة الدم السوري. روسيا شريكة مع بشار الأسد بالإجرام على الشعب السوري. وهذا كله نتيجة عدائهم للشعب السوري. بدهم يحاولوا يعملوا سوريا مثل الشيشان. كل فيتو من روسيا كان له ثمن. مانعت استصدار أي قرار، حتى البراميل المتفجرة اللي كانت تنزل على الشعب السوري وقفت بوجه كل قرارات مجلس الأمن مشان ما يصدر أي قرار إدانة أو شجب. روسيا شريكة بقتل الشعب السوري. روسيا ذبحت أولادي. روسيا هي من تخدع المجتمع الدولي وتقتل السوريين. روسيا هي شريكة بسفك الدم السوري. روسيا تحاول أن تفرض الحل الروسي أو الحل الأسدي بالبسطار الروسي أو بطريقة جروزني. تريد أن تجعل من سوريا جروزني. إحنا يعني شفنا الإرهاب بحقيقته وبأبشع صوره، هو الإرهاب الروسي. يعني الإرهاب الروسي كان أبشع من الإرهاب الأسدي. وبالتالي هي روسيا هي الشريك الأول والشريك الأساسي بقتل السوريين وتدمير سوريا. روسيا هي الراعي الرسمي لإرهاب بشار الأسد.